السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مرهان من اف بي ماركت. السيشن النهاردة من الحاجات الكويسة جدا، هنبدأ نحلل أي حاجة أنتوا عايزينها. هنبدأ نشوف بنحلل إزاي، بنبص على إيه الحاجات اللي بناخدها في الاعتبار، الفرصة دي أصلا كويسة ولا لأ، اللي أنت عايز بتفكر إنك تدخل عليها. ده اللي أنا هتكلم فيه النهاردة. ممكن نعمل أبديت لو أنتوا عايزين على تحركات الأسواق. بص، أنا إمبارح اتكلمت في حاجة مهمة أوي، تعالوا نطبقها كده سريعا، وهجيب سيرتها في حاجة تانية برضو ليها علاقة باللي أنا هشرحه النهاردة. هتكلم عن إيه العوامل المؤثرة في نظرتك للسوق وأنت بتبدأ كده بداية الأسبوع وعايز تحدد إيه الفرص اللي أنت عايز تشتغل عليها، إزاي تحدد الأزواج المفضلة وتعمل لها فلترة، إزاي إيه بقى الأدوات اللي أنا بستخدمها لما بحلل الصفقة، لأن تحليل الصفقة على الفيرمات الكبيرة وإن أنت تركز على الحاجات اللي هتشتغل عليها طول الأسبوع غير الحاجات اليومية، في فرق بين الحاجتين دول هأكد عليهم. اهلا بيك يا استاذ هاني، وعليكم السلام يا استاذ محمد. ما فين؟ ماشي، ارجنت ولا ايه؟ خليني بعد السيشن بقى اسمعها. ماشي ماشي، حاضر. اوكي طيب، بص، امبارح انا اتكلمت في سيت اب، قلت لكم ان هو منه تقدر تشوف انت عندك النهارده مثلا انت هتقرر انك هتبص على الحاجه دي من رؤيه بيعيه ولا رؤيه شرائيه، انك عايز تركز على الشراء ولا عايز تركز على البيع. من حاجه اتكلمت فيها اللي هي انك على مثلا الداو، لان يهمني الداو، وعلى الباوند برضه هتكلم فيه، على الذهب، الحاجات دي كلها هتكلم فيها. اهو تمام، هو ده، تعالى كده النهارده الداو جونز. اوكي، كميه تطبيق، يعني انت لما انت هتيجي النهارده عايز تدور على صفقات، بصوا فجأة السيشن بتاعتي، هقول لكم السيشن بتاعتي ايه والفرق بينها وبين بتاعت امبارح هي ايه. السيشن بتاعتي بتاعت النهارده اني انا واحده النهارده قفل الجمعه قفل، فانا عايز استعد للاسبوع الجديد، فببدا احلل السوق يوم السبت او يوم الاحد والسوق مقفول. ببدا احضر ازاي؟ مش انا بطلع يوم الاحد اقول لكم التحليلات كلها وابدا اقول لكم انا كنرهان هركز على كذا وعلى كذا وعلى كذا، دول بقى انا بجيبهم منين؟ دول انا بعملهم ايه؟ اشمعنى بركز على دول والباقيين كلهم لا ليه؟ فهو ده بقى اللي انا هتكلم فيه. لكن بتاعت امبارح هربطها لكم في حاجه امبارح انا ما قلتهاش، اوكي، لان هي ليها علاقه بالنهارده. مثلا انت شفت السيت اب بتاع الذهب الاسبوع اللي فات ان هو شراء، الاسبوع اللي احنا فيه ده هنتكلم بشكل واقعي، الاسبوع اللي احنا فيه ده كنا بنتكلم في الذهب ايه؟ ان هو شراء. اوكي طيب، يبقى انت السيت اب بتاعك على الفريمات الكبيره ان هو شراء وان هو مكمل صعود وهيعمل بيك جديد، صح؟ حتى الفيديو اللي انا طلعته كنت بقول كده. طيب انت بقى خلاص انت عندك السيت اب الاساسي من اول الاسبوع، فانت هتشتغل على الذهب كفرص شرائيه. ممكن بقى تاخد السيت اب اللي هو بتاع امبارح، اوكي، على انه هو ان كل مره الاسعار بتعمل ارتداد من الموفنجات ده شهر، سوري ده 4 ساعات، انا ساعه. تمام، احنا امبارح تركيزنا كان على الساعه. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا من اول الاسبوع، ده كان امتى؟ كان يوم 15، تعالى يوم 15 عشان بس ايه اللي هتربط ده بده. اهو احنا تلاقي يوم 15 ده اللي هو يوم الاثنين، احنا تلاقي يوم الاحد كنا بنقول ايه؟ ان الذهب للشراء. معناه ايه؟ ان انت كل ما هتاخد سيجنال على الساعه نفس التايم فريم بتاعك عادي، لان السيت اب اصلا انت محلل، انت اساسا محلل، انت عندك تحليل بصوره كبيره بيقول لك ان السيت اب ليه، ان الشراء ليه سيت اب شراء. طب يبقى انت كل مره الاسعار بترتد من الموفنجات او بترتد من تنكن سن لتوجن سن، دي كلها فرص شرائيه. تمام طيب، طب التحليل بقى نفسه ازاي؟ ده هتكلم فيه. في حاجات، الحاجه التانيه اللي انا هقول لكم عليها تشتغلوا عليها، بس هيبقى يا ده يا ده، يا اما هتجيب ده بعد كده تجيب ده، يعني ما تجيبش كله على بعض لان هو الموضوع هيبقى زحمه جدا بالنسبه لك. الحاجه احنا امبارح كنت هتكلم عن حاجه بس ما لحقتش، في بقى دلوقتي هتكلم عن حاجه ثالثه.
انت ممكن تشتغل يعني بالشكل ده النهارده، الذهب باصص عليه باللي انا اتكلمت فيه امبارح اللي هو موفي 50، موفي 50 بالهاي واللو والكلوز، والسحابه بالعادي بالديفولت بتاعها العادي جدا. الذهب النهارده هل كان مديك اي حاجه للشراء ولا اي حاجه؟ يعني راح لدعوم، حتى راح للدعم ده خده ونزل، لان اساسا هو النهارده اوكي ولا ليه علاقه باخبار ولا ليه علاقه بتحضير ولا ليه علاقه بفرامات كبيره ولا ليه علاقه ديلي بيعمل ايه ولا هو امبارح قافل ايه ولا ليه اي حاجه. انا النهارده لو بدور على صفقه يوميه تعمل منها مكاسب، لما تيجي تبص على الذهب اكيد مش هتدخل عليه شراء. ليه؟ لان السيت اب بتاعه اصلا بيع، اصلا بيع. اليو اس 100 اللي انا ستيل جوه مثلا راح لدعم، وبرضو اما اجي ابص، ما هو انا عايزه اخد سيت اب شراء على فيرمات صغيره عشان اطلع معاه اوكي، لكن مش هينفع انا بقى كل ما لو انا يا جماعه لو انا كنت عماله في الناس ده عماله اعمل تعزيزات حسابي كان خلاص بقى مش هيستحمل. تاني اللي بيبوظ الحسابات هو العقود الكتير، العقود الكتير. مش قصدي ان انا اتكلم على حد، لكن في ناس شاريه، شفت بعيني اوكي، ناس شاريه من هي دي المشاكل بقى اللي انا بشوفها، وصدقني انا خلاص ما ملهاش حل بالنسبه لي. مش بعرف ايه بقى، حد شاري هنا حرفيا هنا اوكي، وراح جاي السعر نزل راح جاي هنا، كل ما ينزل هنا 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 والله هنا ما يعادل من 8 9 صفقات في الحته دي، الحته دي بس شمعة. بصوا خليني واقعية، عارفين الشمعة اللي نزلت دي اللي هي 200 نقطة، شمعة ساعة 200 نقطة دي فيها بما يقرب 9 صفقات. طب ايه؟ وفي شمعة واحدة مسلب اكتر من نص الحساب، طب هعمل ايه؟ يعني حتى في الطلعة دي انا سألت، قفلت اي حاجة من الصفقات؟ لا. انا في توقعي ان خلاص الحساب راح، خلاص الحساب راح. فمشكلة مشكلتنا مش في ان انت تدخل صفقة غلط، مشكلتنا انك تدخل عقود كتير قوي 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 على الحساب، فخلاص ما بيكونش ليها حل. كده كده الذهب على فكرة طالع تاني، بس يعني كان حلها هنا لازم تخفف العقود او من الاول اصلا ما تفتحش كل العقود دي. ماشي الباوند اوكي، وعليكم السلام يا استاذ سفيان. لو انا هتكلم تطبيق باللي انا قلته امبارح، عشان على فكره اللي انا قلته امبارح ده مهم، بصوا النهارده لو انت كنت هتبص على الباوند هتبص له على ايه؟ سيت اب بيعي. انا بقى اتكلمت في سيره دعوم مقاومات على الاربع ساعات دي، ولا ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه. هو اصلا كان مدي اشاره من بدري هنا من على السكالب، قلت لك ممكن تكمل مع الحد دي وشوف، لو هو على وشك انه يدي سيت اب بيعي مع كسر السحابه خلاص شكرا اوكي. لكن بقى عشان بس انوه على حاجه تقريبا انا ما قلتهاش امبارح، هل ينفع تعمل الموضوع ده يوم الاثنين؟ لا لا. ليه؟ الموضوع ده يتعمل ممكن من الثلاثة اربع خميس جمعه خلاص، ان انت الاسعار النهارده اتحركت فانت ابتدت تاخد منه سيت اب، لكن الاسعار ممكن تتحرك يوم الاثنين بشكل عشوائي. جني ارباح ما عملوش الجمعه، بدا ان هو بيعمل الهاي بتاع الشمعة الاسبوعيه، اللو بتاع الشمعة الاسبوعيه، ما بيكونش مقياس قوي عندي. الا بقى لو انت عايز تشتغل عليه اشتغل عليه سكالب. طيب ايه تاني مثلا؟ انا مثلا اتكلمت عن الداو الباوند، بس ما يكونش بعيد قوي عن الاسعار. يعني مثلا ما تجيش النهارده تيجي تبص على الذهب وتقول لي اه ده السيت اب بتاعه بقى يلا يلا انا هروح ابيع من هنا، مش منطقي مش منطقي. تمام، انا ببقى عايزه الحاجه، عشان احنا كنا احنا كنا انا كنت واضحه امبارح، عايزه الحاجه وهي بتعدي، عايزه قاع اوكي، وعايزه حاجه وهي بتنزل عايزه قمه، حتى لو عمل لي هنا تيست بس مش بعد كل ده لسه هفكر ابيع، فده ما بيكونش صح، ده ما بيكونش صح. حتى امبارح كنت سالت، يعني انا لو لقيت ان الاسعار كسرت السحابه والشيء كسبان كسر السحابه ابيع على طول، هو ده كسب بيعي، ده سيت اب بايع. لكن احنا بتدخل منين؟ لما يبقى فيه ريتست على فريم اقل،
يبقى في تصحيح على فريم اقل تقدر تدخل منه، عشان انت ما تدخلش تلاقي الاسعار بتطلع عليك تعمل لك ريتست وتنزل. فدي حاجه مهمه تبقى انت عارفها على السيت اب اللي هو بتاع اليوم العادي اللي انت بتشتغل عليه النهارده عامل ايه. طب انا لو بحلل بقى للسوق ان انا اخد بالي من الجمعه مش مضمون، لا مش لا عادي الجمعه بيعامل لا عادي. امتى بس ما اشتغلش على الجمعه؟ امتى ما اشتغلش على الجمعه؟ ان لو هو بصيت على الشمعه الاسبوعيه بتاعته لقيته هو عند اعلى سعر او لقيته عند اقل سعر، لا ده كده بالنسبه لي بيبقى مش هشتغل عليه، عشان هو لو عند اعلى سعر انا حتى لو هو مديني سيت اب شرائي انا مش هشتري. ووقتها خد بالك ان غالبا غالبا لو انت خدت سيت اب شرائي على الزوج هتلاقي ان الام سي دي او اي مؤشر من مؤشرات الاوسيليتر بيبقى نازل، فهو اصلا مش هيدعم لك ان انت مش هتبصوا المثال اللي انا بقوله ده سواء حصل الخميس مش الجمعه. بس هو نفس الفكره، لحد امبارح كان ان الذهب كان عند اعلى سعر لي، اعلى سعر اسبوعي لي عند الهاي بتاعه، اوكي؟ فهو لما اداني هنا سيت اب فاوريدي كان الام سي دي مش بيطلع، تمام؟ الامس دي ما كانش بيطلع، فعشان كده ده منطقي. فده الوحيد ان انت طبعا ده لو انت كنت شفته الجمعه هو نفس الحاجه. فانت لما تلاقي ان الزوج بقى طول الاسبوع عمال يطلع 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 وجي يوم الجمعه حتى لو اداك سيجنال شراء ما تاخدهاش، لان انت لو خدتها يبقى انت كده عملت سكاب لده، اكيد عملت سكاب لده او عملت سكاب للار اس اي، وده غلط. انا كلامي بيبقى واضح انك كده كده ما ينفعش تبقى انت بتاخد اشاره او شراء واي مؤشر اسرتك يبقى نازل، تمام؟ مش القصه مسيبك منه بس سريعه قوي. يعني انا لو انا اقصد مؤشرات بعينها يبقى انا قصدي الامس دي وقصدي الار اس اي، فما ينفعش تبقى انت هنا بتاخد اشاره والهنا ده نازل، تمام؟ انت خدت الاشاره هنا وهو ماشي بدا يلف عندي، لكن ده ما عملش اي حاجه. لو عايز تدمج الاثنين مع بعض مفيش مشكله، وبرده يعني هنا مش هيديك اوبشن اوت، يعني لو انت هتشتغل على الموفينج هنا مش هيديك اوبشن اوت، فلازم تبقى عارف ان انت عندك مشكله، تمام؟ حتى لو انت في الطلعه بتاعتك دي شايف ان المؤشر بينزل، حتى لو انت كنت اشتريت هنا وطلع معاك عمل لك بروفيت شويه، بس ده مش طبيعي. مش طبيعي ان انت وانت طالع المؤشرات بتلف تاني وتنزل، ده مش طبيعي يا شباب. بس فمش دايما يوم الجمعه ما بيكونش مضمون، لا مش دايما مش دايما. بس ما تاخدش في حاجه طالعه طول الاسبوع فانت عايز تشتريها حتى لو اداك سيجنال، دي لا دي بقى اللي رسم. وبرده حاجه تبقى هي عند اقل سعر ليها طول الاسبوع بينزل فيبقى عندك مشكله فيها، اوكي؟ واحد زي الباوند لا عادي لو عايز تبيعه بيعه، ليه؟ لان هو مش بينزل من اول الاسبوع، بس هو ده الفيصل ان هو مش بينزل من اول الاسبوع وهو ما كانش عند اعلى سعر ليه ومش عند ادنى سعر ليه، عادي شمعة عادية جدا، شمعة اسبوعية عادية جدا. لو هنتكلم على افتتاح النهاردة اهو كانت شمعة هنا ولا عند اعلى سعر ولا ادنى سعر، عادي خالص. فانت لما تبص تلاقي سيت اب ليه بيعي عادي وعايز تدخل عليه بيها خلاص مفيش مشكلة، تمام؟ بس لازم اشارة، يعني دي لازم بس يبقى فيه يعني اللي انا قصده يبقى هات مثلا سونيك اوريك. انا ستيل لسه مش ستيل لسه ما اشتغلتش على حاجه بسبب الناس ده. اوكي ماشي. الباوند النهارده لو هنتكلم على حاجه فهو النهارده كان مدي اشاره عادي بيه، مش النهارده 19 كان هنا دي اشاره ودي اشاره، بعدها نزل ايه 30 نقطة، حاجة يومية كده بسيطة، حاجة يومية بسيطة. خد بالك ان هو مدي اشارة من امتى؟ دي احنا اتكلمنا فيها، مدي اشارة اصلا من ال 30/10. ودي ميزة بقى لو انتوا عايزين تربطوا السكالبنج بالسوينج. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت شايف ان الباوند ليه صعود على ال4 ساعات مثلا وشايف ان هو رايح لمنطقة قوية، لو لقيت الشكل ده قدامك ما تشتريش، يعني روح للمنطقة قوية. لكن على اي كان تايم فريم اللي هو ماشي بيه كده، على فكرة ده ممكن ما يكونش موفينج 34، ممكن ده يبقى اوبشن اللي هو الموفينج 50، ممكن يبقى ال 34، ممكن يبقى سونيك سوري ما ده سونيك، ممكن يبقى الاشيموكو قصدي،
اللي هو 5 7 26، ان هو ملتزم بحاجه وماشي عليها حتى لو وصل لدعم، فبيبقى ريسك جدا انك تاخد منه شراء، الا لو غير السيت اب بتاعه، لو غير الطريقه اللي ماشي بيها طول الموف بتاعت النزول. اللي يضمنك ان عند الدعم ده لازم يرتد، ممكن ياخده وينزل. ليه؟ لان هو ما قاليش الدعم حاجه وان السلوك السعر بتاعها حاجه. الدعم هي منطقه شرعيه، لا ما انكرش حاجه زي كده، لكن السلوك السعري وقتها عامل ايه؟ في فرق بين الدعم والسلوك السعري. بقى سلوك الاسعار نفسها لما راحت للدعم بتعمل ايه؟ اوكي، فلما تروح للدعم وسلوك الاسعار ما فيهاش مشتري، يبقى الدعم ده خلاص فقد قوته، لان الدعوم مسارها بتتكسر او بيتم اختراقها عادي جدا. الدعوم بيتم كسرها ولما بتتقلل المقاومه بيتم اختراقها عادي جدا. تمام، شوف اسئلتكم على طول. و الباوند ما عملش ريتست، ما هو ريتست عادي على فريم اقل، ريتست عادي على فريم اقل. يعني مثلا عمل لك التنكن سن والفيجن سن، ده مقاومة، يعني بيعتبر برضو ريتست، يعتبر ريتست، بس هيبقى شغلك سكالبنج بس، يعني فرص صغيرة مش كبيرة. اهم حاجه ان ما يكونش فيه دايفرجن. طيب خليني اشوف بس باقي الاسئله على طول. فاهمك، انا فاهمه ان انت لو كنت هتدخله من الاشاره بتاعت امبارح اللي عملها من بدري كده، يبقى خلاص ما تلزمكش، وده طريقه تفكير انا احترمها عادي جدا. ايوه تمام. مين اللي بدأ يرتد من خط اتجاه صاعد؟ بالظبط، انت قلت عموما الباوند وصل لأول منطقة شرائية، حلو، بس هتدخل تشتري على طول؟ لا، لازم تستنى. ماشي، طيب الحاجة، بس قبل ما انهي الحتة الجزئية دي عشان نخلص، اللي انا عايزة اقوله بقى من البداية، اوكي، السيت اب ده انت ممكن تشتغل عليه، تمام، اللي هو تاني عشان بس الناس دي، لا انا السيشن بتاعت اليوتيوب ما بكونش شايفه مين الحاضر، لكن بص هنا انا اشتغلت على ال 50 سمبل موفينج افريج عادي، لكن عملتها بالكلوز والهاي واللو زي فكره سونيك بالظبط، بس مش ارقام سونيك، اوكي، وعملت السحابه عادي جدا، ولازم احط الموفينجات دي، لازم احط باقي الموفينجات، ده 50 يبقى ده اكيد 100 والتاني ده 200، تمام، فده اساسي بالنسبه لي. ايه بقى الحاجه التانيه اللي انا تعمل نفس الشغل بتاع ده بالظبط، نفس الشغل بتاع ده بالظبط، الخمسه سبعه سته وعشرين، خمسه سبعه سته وعشرين، تمام، وده 34 سونيك عادي جدا. تمام، نفس الموضوع بالظبط، بس الميزه في ده، اوكي، ان هو مدي الاشاره بتاعت الباوند بدري، مديها من هنا. لو تاخد بالك ان الاشاره اللي عملناها على الباوند من السيت اب اللي انا لسه شايلاه حالا كان من تحت شويه، اوكي، لكن بتاع الباوند من بدري، لكن تعالى نفس الحاجه بالظبط، نفس موجه الصعود اهو. لو انت واخد سيت اب شرعي على الباوند من الفيرمات الكبيره اللي انا هتكلم فيها، يبقى انت عندك سيت اب شرعي على الباوند، يبقى انت بتبص على الفرص الشرعيه لما يختبر يا اما سونيك يا اما سحابه عادي جدا، يعني دي منطقه شراء، دي هنا بالنسبه لي منطقه شراء، اتنين موفينج عند بعض، اتنين موفينج عند بعض ما فيهاش نقاش، لو الاسعار بدات ترتد منها خلاص شكرا. تاني ما ينفعش تاخد، لو انت قررت، انت بتبص اصلا على سيت اب البيعي، سوري، السيت اب الشرائي، فانت البيع ده مستنيه عشان تشتري، تبقى انت تبقى حاطط ليميت بالنسبه لك ان القمه اللي فاتت كده كده ما تتكسرش، لكن انت كده رابط الكبير بالصغير لحد كده ما عنديش مشكله. هنا
ده سايد واي، انا ما اقدرش اقول ان الشيكو سبان كسر السحابه بشكل واضح. اوكي طيب، انت لو انت بالنسبه لك اصلا هنا انت مش بتعمل حاجه خالص، انت مش بتعمل حاجه خالص. ليه؟ لان طول ما انت هنا فوق الزيرو للاسف انت مش هتقدر تبيع. تمام طيب، امتى بقى بالنسبه لي يعني ادى سيجنال واضحه؟ بص الشيكو سبان فين، كسر السحابة بشكل واضح، الأسعار كسرة بشكل واضح، هتعمل على نص ساعة هتلاقي أكيد ميد ريتست من هنا أصلا. هو خلاص ده ريتست، ده ريتست تمام من وقتها. فحتى لو هو وصل لدعم، على فكرة دي كانت ده دعم برضه، بس هو مش عامل لي حاجة إن أنا أشتري منها. كيف ده سيت أب تاني غير الموفينج، بس ممكن نبقى ندي عليها أمثلة أكتر. التداول اليومي حاجة، وانك تاخده سيت اب طول العمر حاجة تانية خالص. يعني لما انا اقول لك ان الباوند النهاردة للبيع، مش معنى كده ان انا بقول لك النهاردة وبكرة وبعد وبعد وبعد، لا خالص. لازم تميز انت بتدخل الصفقة على اساس يومي ولا اليومي ملوش علاقة بالصورة الكبيرة. ماشي؟ يعني مثلا مش معنى ان انا بعت الباوند من امبارح وبعته النهاردة يبقى انا معتمد ان الباوند للبيع. ما... لا انا خدته عشان هو بس مدي سيجنال ان هو معاه هبوط او تصحيح للفتره اللي فاتت بس مش اكتر. طيب لو انا بقى عايز اشتغل زي اللي هو انا بحلل السوق يوم السبت او الاحد، وممكن استنى يوم الاثنين عادي جدا، بس ما تجريش ورا الاسعار. احنا ليه يوم الاثنين؟ ما انا ما بحبش احلل السوق يوم الاثنين، ابقى انا اوريدي ببقى واخده القرار قبلها، لان السوق لو فتح على تحركات ما ببقاش مركزه ايه الاحسن، ببقى تاني حاجه بجري ورا اللي هو لا اصل ده طالع، وهو اصلا ممكن يبقى طالع عشان يكمل نزول اصلا، فانت لا طب طالع لا طب انا سيبني منه دلوقتي. لكن لما انت بتبقى واخد قرار من الاول وهو السوق قافل، ده بيكون بالنسبه لك واضح والموضوع افضل بكتير جدا جدا جدا. طيب انت يوم السبت او الحد بيبدأ مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك تبدأ تبص على الاجنده الاقتصاديه. لازم تبص على الاجنده الاقتصاديه، يعني مثلا عشان حته الفلتره مش اكتر. يعني مثلا وانا ببص على الازواج اللي انا بشتغل عليها، وبعد ما حللت لقيت ان الباوند انا شايفاه فرصه كويسه جدا وحطاه قدامي في الواتش ليست بتاعتي ان انا عايزه اشتريه، بس الباوند عليه خبر فايده، عليه عليه توظيف، عليه مثلا بيانات تضخم، هتلاقيني لا بعمل سكيب للباوند دلوقتي، بعمل سكيب للباوند دلوقتي او هسيبه اخر حاجه. يعني مش لازم اركز على الفرصه دي قدامي بس مش هو المين اللي انا هركز عليه. يعني ما ينفعش يبقى انت عارف ان في خبر مهم جدا وانت تلاقي تركيزك كله على ده. لو انت عندك اوبشن تاني خليك في الاوبشن التاني. فالاجنده الاقتصاديه من الحاجات المهمه، من الحاجات المهمه وانت شغال خلال اليوم. لو انت هتقرر تدخل زوج من الكورسات وانت مش عامل حسابك ان انت حللته مثلا يوم الثلاث على فريمات كبيره ولقيت ان هو سيت اب بايع حلو، بص على حاجه اسمها مطاف بيديك كورليشنز، دي مهمه، اسمه مطاف دوت نت. تمام ده مهم. ليه؟ هاته على الاربع ساعات. يعني مثلا انت قررت انك تدخل على الباوندل على اليوركانت، على اليورو كندي. اوكي قبل ما تدخل على اليورو كندي هتبقى بص عليه ارتباطه مع مين، ليه ارتباط عكسي او ايجابي مع مين مش فارق معايا، ليه ارتباط ايجابي مع ارتباط ايجابي قوي مع اليورو دولار، بص على اليورو دولار بيعمل ايه. يعني ايه ارتباط ايجابي؟ يعني اليورو كندي لو انت شايفه صاعد يبقى وانت بتحلل اليورو دولار المفروض تشوفه صاعد، لانك لو ما شفتوش صاعد يبقى اليورو كندي ما في حاجه غلط. طيب وطب لو الارتباط عكسي العكس، يعني بس هتلاقيه سالب بس النسبة كبيرة برضه. الحاجات اللي بتبقى فوق التسعين دي ارتباطاتها بتبقى قوية زي ده مثلا، ده معناه ان اليورو استرالي ليه ارتباط سلبي مع الكندي فرانك. يعني ما ينفعش تكون محل الكندي فرانك صاعد واليورو استرالي صاعد، انت عندك مشكلة. عكسي يعني لو انت محل اليورو استرالي صاعد يبقى وانت بتحلل الكندي فرانك المفروض يبقى هو. طب بس بيفيدني في كده بس؟ لا بيفيدني في حاجه تانية بقى. يعني لو انت عندك اليورو كندي محلله صعود
وبصيت على اليورو دولار لقيته لسه مخترق مقاومه، ده بالنسبه لي بقى كويس، ده بالنسبه لي بقى كويس. لو انت شفت بصيت على اليورو دولار لقيته لسه مخترق مقاومه واليورو كندي رايح للمقاومه، هتعرف ان المقاومه دي هيتم اختراقها، لان هما كورليشنز ايجابيه، الاثنين ارتباط ايجابي. ده بيتغير بس يعني مش الارتباطات ما بتتغيرش، الارتباطات نفسها ما بتتغيرش، لكن النسبه بتاعتهم هي اللي بتتغير. يعني مش دايما دايما هتبدا تبص على اليورو كندي واليورو دولار ان هما ارتباطهم دايما ايجابي، لا ساعات دي بتقلب تخلي يعني مثلا يكون ارتباطهم مثلا 82 او 83 ارتباط ايجابي لكن مش بنفس القوه. يعني عادي جدا تلاقي اليورو دولار بيطلع وتلاقي اليورو كندي بينزل مؤقت، اصل هو كل ما كانت النسبه فوق ال 90 وبتقرب من ال 100% مفيش حاجه ارتباطها 100%، بس كل ما هتلاقي بتقرب من ال 100% كل ما كان تحركاتهم قويه هما الاثنين مع بعض. يعني ده لو تلاقي صعود هتلاقي ده صعود، لكن كل ما بتقل عن ال 90 اه طبعا ليهم ارتباط ايجابي لكن مش بنفس مش بنفس القوه، مش بنفس القوة. فانت عندك هنا واحد 98 اليورو دولار والباوند دولار، ده يفهمك ايه طيب؟ ده يفهمك هل من الصح، انت عارف ان دايما ان الاسترالي دولار معاه كورليشن ايجابي مع النيوزيلندي، هل انا دايما انا لما بحلل لكم برشح ان انت تدخل الاسترالي والنيوزيلندي؟ لا، بدخل واحد بس فيهم، بدخل واحد بس فيهم، انه دايما دايما الارتباط بتاعهم هما فين بس عشان انا اعرف اجيبهم استراليا. لا اول مره صح، انا جايباه كده صح، الاسترالي اول مره يبقى 75، اول مره يبقى 75 ارتباط ايجابي، الارتباطات ما بتتغيرش. يعني مش مثلا تبص على النيوزيلندي دولار وتيجي تبص عليه على الاسترالي تلاقي بقى الارتباط عكسي، مفيش كده يعني مش هتلاقي ده، لكن هتلاقي ان النسبه بتاعت الارتباطات هي اللي بتتغير. فده 75 مش هبص عليه عادي، لو عايز تدخل النيوزيلندي والاسترالي مع بعض عادي، لكن تعالى حلل الباوند وحلل اليورو، اختار واحد واحد بس فيهم، لان هتبقى عارف ان الاثنين هيتحركوا بنفس القوه. فاحنا طبعا مش بنحسب المكسب بس، احنا بنحسب الخساره، فلو ده عكس ده هيعكس، والفكره مش في الانعكاس، ان ده لو عكس بقوه ده هيعكس بقوه برضه. في دايما الانعكاسات مش في كل الريتم ثابت، يعني ايه مثلا انت ممكن تبقى داخل صفقتين، الصفقتين عكسين، بس واحد عاكس قوي والتاني انعكاسه بسيط. فلو انت خدت حاجة الاتنين كورليشن بتاعتهم ايجابية قوي فلا، ده لو عكس هيعكس ده زيه، فهتبقى الخسارة بتاعتك كبيرة. فدي مهمة عموما، لو انت قررت انك تدخل حاجة معينة او مركز على حاجة معينة، هل بقى انا هشغل دماغي اني اي صفقة هقعد ادخلها هبص على هنا؟ لو انت هتقدر مش، بس لو انت مش تقدر يبقى وانت بتحلل او بتحدد الصفقات اللي انت هتدخلها خلال الاسبوع مهم جدا انك تبقى عارف. عشان كده لما بصيت على السيلفر وقلت لكم السيلفر فيه مشكله خدوا بالكم من الذهب، لان ده دي حاجه مهمه، حاجه مهمه جدا. فده نفس الكلام، هو انا لما جبت كورليشنز اللي ما بين السيلفر والجولد من ايه؟ ما هي من هنا تمام، لان الموضوع ده بيكون مهم. تعالوا ندخل تاني، طيب اجنده اقتصاديه، الكورليشنز دي مهمه عشان بس لو انا انت حطيت كذا زوج هنا قدامك انت مركز عليهم خلال الاسبوع، سيت اب شرائي او سيت اب بيعي، تبقى عارف. يعني مثلا هقول لك على حاجه، مش انا باوند استرالي عاكس عليا من بدري، شفت كورليشنز اوكي، شفت ان هو مسافر خلاص، لان يعني معاه كورليشنز مع زوج، فلا يعني اللي هو موضوع بالنسبه لي خلاص بتاكد ان الانعكاس ده حقيقي فعلا، يعني الانعكاس ده الطلوع ده حقيقي ده موجود خلاص ده تمام. فبتفيدني برضه في حل في حته ان هو لو حاجه عكست عليا هطلع اشوف الكورليشن، هي معاها كورليشن مع مين، كورليشن مع مين، فهشوف الكورليشن هو مثلا مع اي زوج، هشوف الزوج ده بيعمل ايه. اصل ساعات احنا ما بنكونش متحيزين، لما الصفقه بتبقى عكس علينا بنبقى عايزين نبص على كل الادوات اللي تخلي ان مثلا واحد زي الباوند استرالي ينزل، وده ما يكونش صح. طب اعمل ايه عشان ابقى محايد؟ اروح اشوف زوج غير الباوند استرالي، بس
في الاخر هو بيروح للباوند سترول عشان معاه كورليشن، فهتحلله صح، هتبدا تاخد منه سيجنال صح، فهتبدا تحكم على صفقتك وقتها. تمام. وبرضه انا قلت لك ان النسب بتتغير، لكن النسب ما بتتغيرش كل شويه، ممكن تتغير على مدار اسبوعي بس ما تتغيرش كل، يعني مثلا مش هتلاقي النهارده كان في كورليشن ايجابيه جدا 98 مثلا ما بين اليورو والباوند، وبكره تلاقيها بقت 70، ما فيش كده، هتفضل مكمله معاك طول الاسبوع. ولو هي اتغيرت النسبه بتتغير في حاجه قليله قوي، ممكن درجه درجتين، لكن استيل هتبقى حاجه مش هتغير لك الحاجه اللي انت عاملها، مش هتغير لك السيت اب بتاع الاسبوع بتاعك. طيب بعد كده انا بعمل ايه؟ اللي انا بعمله، انا ما بحللش ويكلي خالص. اللي انا بعمله ان انا على الفريمات الكبيره انا ببص على، لو انا في اخر الشهر لازم ابص على شمعه المنصب، لو انا في اول الشهر لازم ابص على شمعه المنصب، شوف بس يعني الزوج ده كان قافل ازاي. طيب الاساسي بالنسبه لي لازم ابص على الويكلي، لازم ابص على الويكلي. لو هنيجي نطبق اللي انا عملته الاسبوع ده، اوكي، فتعالى بص، اللي انا احنا الاسبوع ده كان عندك الدولار الامريكي اصلا قفلته الجمعه اللي فاتت، قفلته سلبيه جدا، فانت خلاص انت قفلته سلبيه، هل في حاجه تمنعه؟ انا بسال نفسي كده، في اي حاجه تمنعه ان هو يكمل؟ لا. طب في اي حاجه تمنعه ان هو يطلع يصحح؟ لا. انا لما بقف كده ما بتبقاش احسن فرصه بالنسبه لي ان انا اشتغل عليها، بغير بقى السلوك خالص. يعني ايه بغير السلوك؟ يعني لو انت جيت على الديلي او الويكلي لقيت نفسك بتقول لنفسك الكلمتين دول، اللي هو احنا كان يوم 15، هنا احنا كنا هنا لسه، تمام، وبعد كده الدولار بدأنا نحل. انت لما تيجي وانت بتبص على صفقة هتبص على الويكلي وهتبص على الديلي. انا هقول لك امتى بنزل على 4 ساعات وامتى بسكيب اصلا ده خالص. لما هتبقى هتبص على الويكلي تشوف الشمعة الاسبوعية، تمام، الشمعة الاسبوعية سلبية خلاص، هنزل على الديلي. انت هنا لو انت جيت تقول ان انت مفيش اي حاجة تمنعك ان هو يطلع يصحح لفين؟ للاتجاه، يقول لك القاع اللي فات، الف ب انك بتحلل المصايب بتاعتك في الاتجاهات القاع اللي فات، تمام، في الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد القمه اللي فاتت على فريم ايه؟ 4 ساعات. 4 ساعات، اوكي، يعني انا الخطوه اللي انا قلتها لك دي بعملها على ال4 ساعات. انا هنا عشان بس افهمك حاجه، اوكي، انت هنا لما انت هتقف هتقول لنفسك ان انت عندك تو اوبشنز، ان الزوج ده اللي قدامك ده ما عندوش اي مشكله انه يطلع يصحح الاول وبعد كده ينزل، لانه اتجاه هابط مش هنغير الاتجاه، او انه ممكن عادي جدا ينزل يكمل على طول، ببعد عنه، ببعد عنه، ببعد عنه كحاجه قدامي بشكل اسبوعي. يعني ايه؟ يعني مثلا مش انا جيت قلت لكم ان انا على الباوند دولار او على اليورو دولار الاسبوع ده انا ركز على الفرص الشرائيه بس، واي هبوط هشتريه؟ انا قلت كده الاسبوع ده؟ ما قلتش. ايه الفرق بين الاسبوع ده والاسبوع اللي فات؟ ايه الفرق بين الاسبوع ده والاسبوع اللي فات؟ لان الاسبوع اللي فات كان الدولار اوريدي في منطقه، عشان بصوا انا هركز على الدولار وهدي المثال بتاع اليورو والباوند عشان بس تبقوا فاهمين انت امتى بتركز وامتى ما تركزش، وهتغير النمط بتاعك ولا لا. ده الاسبوع ده يوم 8، حلو قوي. احنا كنا هنا اسعار كانت مصححه اصلا للقاع اللي فات، هل ده غير ده؟ ده غير ده، يعني الشكل ده غير الشكل ده. هنا كنت مستنيه تصحيح انه ممكن يصحح، بس هيصحح لفين؟ ما يعديش. تعالوا هنا، دي كانت مناطق بيع، انت هنا مناطق بيع. طيب ليه؟ لانه كان كاسر خط اتجاه، انت عندك ادوات بتشتغل عليها،
ايه الادوات اللي انا بشتغل عليها؟ بص، الادوات اللي انا بشتغل عليها، الزوج ده عليه اي فورميشن ولا لا؟ الزوج ده عليه قنوات سعريه، عليه خطوط اتجاه. اوكي، ايه الفورميشنز اللي كان على الدولار الامريكي؟ كان عليه وجه. طب والهدف بتاع الوجه فين؟ اهو، يعني انت عارف كده ان هو رايح هنا واحنا كنا لسه هنا. اوبشن بس ان انت هتصحح وتكمل سيت اب باي، انت ما عندكش اوبشن تاني، انت سيت اب باي. لكن تعالى للاسبوع ده، انت واقف هنا ورحت للهدف بتاعك خلاص، في اي حاجه تمنع الزوج ان هو يطلع يصحح؟ طب في اي حاجه تمنع الزوج ان هو ممكن عادي ينزل؟ ما فيش اي حاجه. فكده انت الاسبوع ده انا ما حطيتش الحاجه قدامي خالص، يعني انا ما دخلتش ولا ميجر النهارده الاسبوع ده خالص، مش عشان نصدق، مش عشان نصدق، بس لو انا كنت هدخل الباوند او اليورو فانا كنت هدخل عليهم باسلوب تاني، باسلوب زي اللي انا شرحته امبارح او اللي انا شرحته في اول سيشن بقى، خليني واقعيه، او ان هو يكون سيت اب بتاع السكالبين، لكن على فريم كبير ابني الهدف جاي. انا ما اتكلمتش على الاهداف جاي على الباوند، قلت اه لو كمل صعود هيبقى معاه الكذا، ولو نزل معاه الكذا. انت لما تلاقي نفسك بتقول السيناريوهين دول خلاص ابعد عن الزوج ده، ابعد عن الزوج ده. تمام، طيب تعالوا على ادوني ازواج، يعني ماشي خلينا هنا، ده الباوند استراج. الويكلي بتاعه خلينا نحلله دلوقتي، هبص على الويكلي. قبل ما تبص على الويكلي شوف الكورليشن بتاعته مع مين، هتبص في اي حاجه خاصه بالباوند او الاسترالي في الاجنده الاقتصاديه موجوده ولا لا. طيب تعالى على ما كأن مفيش اخبار، تعالى بص على الباوند، الباوند استرالي الويكلي وسط المقاومه، بعمل كده واغلاق ايجابي، شكرا، بس خلاص مهمته انتهت، مهمه الويكلي اصلا انتهت. تعالى على الديلي، صعود قوي جدا وصل للمقاومه. تعالى بص على المؤشرات، مفيش اي دايفرجنس، مفيش اي دايفرجنس. تمام، انزل على 4 ساعات، في مقاومه قويه بعد صعود قوي، في هنا تقاطع بعد مناطق تشبعات شرائيه. لازم تبقى انت معاك الادوات دي، ايه الادوات اللي شموكو، الموفنجات دي معاك، الامس دي معاك، الار اس اي، اي حاجه فيهم انت مش متمكن منها ابعت لك الفيديو بتاعها، ابعت لك الفيديو بتاعها. تمام، طيب الزوج ده بالنسبه لي بنسبه 70 ل 30، يعني 70% ل 30، من 70 ل 30 ان انت يا ممكن تنزل يا اما تطلع، فده يبقى قدامي للمتابعه، يبقى عليه فرصة كويسة. ليه بقى؟ يعني انت عندك صعود قوي، فهو لو فعلا بيبني في قمة اقل من قمة يبقى هو معايا انه ممكن ينزل ل 61. بص بقى الاهداف بتيجي منين؟ 61 معاك 2 موبين اهو، وحط ال 50. طيب يبقى المنطقة دي منطقة بيع، اهم حاجة ما يعديش المقاومة دي، هدخل بيع؟ هو قدامي لو اداني اشاره اللي هو غير السيت اب اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو مين الموفينج زي ما انت، الموفينج زي ما انت خالص عادي، و اللي هو ال50 وحط معاه الهاي وحط معاه اللو وحط معاه اللي يشموكوا عادي جدا لو ده اتكسر بس. فده يبقى كده للمتابعه. امتى تحط حاجه للمتابعه؟ ده انت وصل لمقاومه او وصل لدعم، اوكي، وعنده النسبه بتاعته زادت ل 70، بس انت طبعا انت مش متاكد، انت عادي جدا ان احنا اي مقاومه عادي جدا ممكن يتم اختراعها، لكن ده حطه معاك في الاعتبار لانه صعود قوي لمده 2 اسبوع وصل لمقاومه بعد صعود على الديلي فممكن يصحى. تمام، احنا بس واقفين عند المقاومه دي، هينزل منها ولا لا؟ هينزل منها، يبقى انت لو نزل وغير، يعني اللي هو لو نزل وكسر السحابه والشيكوس باند ده كسر، انت هتربط بقى الصوره الكبيره السيت اب اللي انت عايزه بيع، انت مش عايز شراء. انت انا ما بقولش دلوقتي ان انت لو عدى المقاومه انت هتشتريه، انا ما بتكلمش في ده، انا بقول ان انا عندي فرصه دلوقتي
بناء على المعطيات اللي قدامي، لكن لسه محتاجه كونفرميشن. لو عمل الكونفرميشن هبيع، ما عملهاش شكرا، مش عايز زوج، مش عايز زوج اصلا، مش هتعامل معاه اصلا. ليه؟ لان هو اوريدي اصلا المستويات عاليه، تمام، هو مش في الاول عشان تقدر تشتغل عليه. فانا بالنسبه لي اهو الباوند سترولي اهو ده تفكيري عليه دلوقتي، يعني ده هتلاقيني مركزه فيه الاسبوع اللي جاي، مش عشان انا داخله فيه خالص، هو عشان وصل لمقاومه قويه جدا على الويكلي وعلى الديلي بعد صعود قوي على الديلي من غير اي تصحيحات. طيب بس ما غيرليش السيت اب على الساعه، ما غيرليش السيت اب على الساعه، محتاج ان انا اغير سيت اب على الساعه عشان اقدر يبقى هو غير سيت اب صعوده كله، يبقى بس امين هو على المقاومه دي هيبدا ينزل منها فابدا اشتغل. طب انا ستوب هنا؟ لا، لو بدا يعمل لك قمه اقل مقاومه ونزل هنا كسر ده، يبقى انت الستوب بتاعك هنا ودي تكون اهدافك بس. شكرا. ليه ما كبرش الاهداف؟ مش هينفع، انت واخده ليه؟ عشان هو عند مقاومه وشارب موف ممكن يتباع شارب كوركشن. طب هو لو جه عند ال 38 وبدا يلف ويطلع هتقفل السكه بتاعتك. طب هو لو جه على فريم زي النص ساعه واخترق سونيك او اخترق اي اشاره من الحاجات الشرعيه هتبدا تخرج، هتبدا تخرج، لان ده سيت اب بيعي عشان سبب، السبب ان هو طلع كتير وهو عند مقاومه والشارب موف ممكن يتباع شارب كوركشن بس، تمام. فدي مثلا حاجه. طب تعالوا على الدخل، انا هشوف الذهب وهبص على اسئله ده اون بالانس فوليوم. ده من مؤشرات الفوليوم يا شباب، انا هشرح مؤشرات الفوليوم، بقالي كتير قوي ما شرحتوش، بقالي كتير ممكن اعدي سنه ما شرحتش مؤشرات الفوليوم. مؤشرات الفوليوم هي مهمه. مثلا ده على ده اصلا مش ده اللي انا عايزاه، بس هو جه كده، ده الذهب في الطلوع بتاع ده كله، بس من هنا كان مدي دايفرجنز واضح القمه دي، ولما رجع في الطلعه الاخيره دي الدايفرجنز اللي بيجي من مؤشرات الفوليوم بتكون قويه جدا. بالمناسبه هو كان مدي اشاره اصلا صعود من هنا، تعالوا بس صعود شويه، يعني هو مدي قاعان اعلى اصلا من هنا من المنطقه دي. ما علينا، الدهب في حاجات انت مش لازم، لو احنا هنتكلم من بدايه الاسبوع ليه كنا بنتكلم عليه شرط هتحلل ازاي، بص على الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات ايجابي، بس الديلي لازم اجيب الاسبوع اللي فات ده اللي هو معلش بداية الاسبوع اللي احنا فيه كان يوم 15، كان يوم 15 عندي الجمعة دي، يعني الذهب كان يوم الجمعة اغلاقه كان هنا. جه على الاربع ساعات انت، هي دي اهي دي اللي انا بتكلم فيها. يبقى لحد انت كده الويكلي سيت اب ايجابي، اغلاق ايجابي، خلاص مش عايز من الويكلي حاجه تاني. على الديلي بيعمل لك قاع اعلى من قاع، لو انت هتبص على ذهب هتبص عليه كفرص شرعيه، ركز معاه كفرص شرعيه لفين اقرب مقاومه، هي اهي اقرب مقاومه، هي اهي، تمام. ممكن يعمل بيج جديد، ممكن يعمل بيج جديد لانه طالع براحته، تمام. يبقى انا ايه اللي بينزلني على 4 ساعات؟ ان انا تمام لحد الويكلي والديلي، ان انا تمام لحد الويكلي والديلي خلاص انزل 4 ساعات. على فكره في اوقات انا ما بجيبش الفريمات دي اصلا خالص وانا بحلل، لو انا وقفت عند الديلي ان انا مش قادر اخد قرار فيه خلاص مش بحلله، مش بنزل بقى على الفريمات الاقل وابدا اجيبه، ده اصل ينفع على الساعه يبقى طالع، طب ينفع نص الساعه طب يبقى نازل، طب لا 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 خلاص ما تعملش كده. لو انت هتركز في حاجه هتركز عليها طول الاسبوع وهتبص على سيت اب شرائي فيها او سيت اب بيعي فيها، هو اللي انا بقول لك عليه ده، انك هتبص على الشمعه الاسبوعيه، هتبص على الديلي، تمام تمام ما عندكش مشكله فيها. انا في الديلي وانا بقول لك عنده اوبشن هبوط، لا اللي انا بقوله دلوقتي ان هو ما عندوش اي حاجه ان هو هيكمل صعود عادي جدا،
تكمل الشغل عادي جدا. تعالى بقى انزل على ال4 ساعات اشتغل عليه. طيب انت عندك سيت اب اللي يوديك لحد ال 2447 على الدهر، اوكي. طيب المفروض ما يكسرش مين؟ الاساس بقى 4 ساعات، المفروض ما يكسرش رقم البنت. ده اللي انا، بصوا ده اللي انا قلته. انت بقى جبت ال4 ساعات التفاصيل عشان فعلا فعلا هتشتغل على ده. ال4 ساعات ما يكسرش كم فاتت، ما ينفعش حاجه يبقى انت عامل لها سيت اب شرائي وتلاقيها كسرت كم فاتت، دي بتبقى حاجه صعبه، يعني انت كده عندك مشكله. تمام، على ال4 ساعات ولا الديلي؟ انا بالنسبه لي بتبقى على ال4 ساعات، انا بالنسبه لي بشتغل على ال4 ساعات. فانا على ال4 ساعات كان الذهب اهم حاجه ما يكسرش المنتدى. فانت بالنسبه لك هو الذهب كان هنا، وبتتكلم ان هنا ما يكسرش المنتدى دي، كان احنا كنا عاملين ال85 وبعد كده بدانا ننزلها لل80، فاكرين؟ فلما تيجي حتى تبص هو كان لسه وقتها هنا، فمن هنا لهنا استيل لسه عندك الستوب بتاعك اصغر من الهدف، يعني الهدف اكبر من الستوب من الايه. فده بالنسبه لك صفقتك تمام لحد دلوقتي. طيب تمام، يبقى انت واخد 16 لحد هنا ومعاك بوتنشال انك تكمل. ليه؟ لانك طول ما انت بعينك بس شايف اللي انت شايفه سيت اب شرائي بيصحح بس للتنكن سن والكيجن سن، اعرف انه ممكن يشيل اي مقاومه قدامه، اي مقاومه قدامه ممكن يخترقها. ما تنسوش حاجه زي كده. تاني، لو انت شايف ان اللي قدامك ده بيطلع للتنكن سن والكيجن سن، صدقني اي مقاومه قدامه ما عندوش مشكله انه يطلع ويعديها زي المقاومات اللي عدينا عليها على الدهب. على فكرة الدهب كان فيه مقاومتين عشان بس نبقى واضحين برضه، كان دي ودي، عشان كده برضه نفس الحاجة بيصحح بس للتنكن سن والفيجن سن. فخد بالك من حاجة زي كده. خلاص، هل أنا قلت لك ادخل؟ ما قلتش ادخل. تمام، ال4 ساعات بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك ممكن اقصى حاجة تروح تعملها اعادة اختبار للقمة اللي فاتت، بس ما تدخلش جواها. يبقى انت كده واقف على منين؟ بس بنزل على الساعة. بشتري منين؟ السيت اب بقى لو انت عايز تشتغل عليه، مش اللي هو السيت اب بتاع الموفينج 50، اللي هو ال 50 بالمرة بالهاي ومرة باللو ومرة بالكلوز، والسيت اب اللي هو نفس الحاجة اللي اشوفه. عايز تغيرها وتخلي دي، هوريها لكم بقى، وريها لكم عندها كانت عاملة ازاي. عايز تغيرها لخمسة سبعة 26، اوكي. وعايز دي مش نخلي بقى ده 50 ونعمله بالهاي، وهات هنا الخمس ودي نقلبها 50 ونعملها باللو، مفيش مشكلة. سيت اب شراي على ال4 ساعات وكل الفريمات اللي احنا جبناها. انا نزلت ليه على الساعة؟ بس نزلت على الساعة لأن أي تيست لدول دي مناطق شرح لحد ما نوصل للهدف بتاعه، لحد ما نوصل للهدف بتاعه. يبقى دي كانت شرح، بصوا، والسحابة دي كانت شرح، أوكي. وتيست القمة اللي فاتت ونطلع منها، أي حاجة، أي أداة بقى اللي هي مين عمل تيست للسحابة، ما هو السحابة دي دعم، أي دعم بنشتري منها بقى ما دام سيت اب شراء. السحابة دي دعم، الموفنجات دي دعم، المقاومة بتتقلب دعم لما بيتم اختراقها، يعني هنا دي كانت داشرة، اوكي. وهنا والأسعار نزلت اختبرت القمة اللي فاتت اللي هو دعم شرة، ودي كانت شرة أصلا يعني، بس أنت لو محتاج هنا كان ممكن تشتري هنا. طيب واقفل واقفل، لا هو راح للمقاومة قافل، بس أنت عندك بوتنشال إن هو ممكن يعدي، ممكن تشتغل على الفريمات الأقل. لو هو وصل لمقاومتك او وصل لهدفك وما كسرش سونيك على الربع ساعه او نص ساعه، ما تقفل، بس تبقى انت متابع يعني. دي هنا بصوا، ده اللي انا قصده، ده الهدف، مش ده الهدف بتاعنا، ده ربع ساعه، ده فريم قليل جدا. يبقى انت واخد الصفقه من فريمها الكبير ومحللها والسيت اب بتاعها ونازل لحد الفريم القليل جدا عشان تاخد كل نقط الزوج ده. تمام، فجي هنا عند المقاومة بتاعتنا، بصوا، فكمل معايا، كمل معايا، هتقفل ليه؟ امتى هنا خرجني؟
لو كسر ربع ساعة، لو كسر ربع ساعة، يعني هو الهدف هو جالنا أصلا، لكن احنا كملنا مع الزوج ليه بعد الهدف؟ لأن هو الفريم صغير لسه محترم الموف بتاعته، فخلاص هقفل ليه؟ أول ما يكسر خلاص هغير سيت اب، فلا وارد إن هو ينزل. تمام. طب لو أنا هتعامل مع الذهب دلوقتي، يا ترى هنحلله إزاي؟ أنا قلت هشوف أسئلتكم. نفس الشكل إيه اللي كان على كندي والاستراتيجي؟ أنهي شكل؟ أنا مشكلتي في الذهب حاجة تانية على فكرة، أنا مشكلتي في الذهب مش في الشمع الأصبعي، مشكلتي في الذهب، خلي ده حاجة أساسية معاكم، خليها حاجة أساسية معاكم. أنا ما ينفعش، أنا ما ينفعش إني بعد ما عديت مقاومة كلها تاني. مشكلة الذهب إيه الحاجة الوحيدة؟ بصوا ممكن حاولوا تكتبوا دي عشان دي ما بقولهاش كتير وممكن تتنسي صدقوني. ايه الاوبشن الوحيد اللي انا بستثني منه الحته اللي انا سايلاها دي؟ يعني ايه القاعده؟ ايه القاعده؟ يعني ما ينفعش ان انا عديت مقاومه فادخل جواها تاني، لو انا دخلت جواها تاني يبقى الطلوع نفسه كان في فولس بريك، للاسف احنا نازلين تاني. تمام. لكن ايه بقى الاستثناء؟ الاستثناء الوحيد لو كان الزوج ده طالع شرط، يعني لو كان مثلا الذهب واخد الموف دي كلها كده صعود كده، فلو كان واخد صعود كده وراح دخل جوه المنطقة دي كان بالنسبة لي مش ما عنديش مشكلة. ليه؟ لأنه هو دخل مش عشان هو مش محترم المقاومة، لا هو محترم هو يعني المقاومة دي بالنسبة له مهمة وهو اخترقها وخلاص، بس هو ما دخلش جواها مش عشان ضعف المقاومة فهو نزل تاني، لا هو دخل جواها لأن هو كان محتاج يصحح بس عشان طلع بقوة. فتصحيح وعادي جدا، دي شفتها كتير، عادي جدا تيجي الناس هنا عشان ده دخل جواه، يعني الأسعار دخلت جوه المقاومة، فتيجي للأسف تيجي تبيع هنا وتلاقي الأسعار هوب خدتها وطلعت. إيه ده؟ طب إزاي ده دخل جوه؟ بسبب إن هو كان بيبقى طالع بقوة. لكن الذهب حاليا احكم منين بقى طالع بقوه ولا لا؟ ممكن تجيب فريم يوم مش طالع بقوه، طالع بقوه دي يعني عامل كده، يعني طالع ما فيش علاقات سلبيه، لكن ده طلع ونزل وطلع ووقف بعد كده طلع، ما عنديش يعني الذهب انه دخل جوه المنطقه دي تاني، دي مش حاجة لطيفة، دي مش حاجة لطيفة بصراحة. فلو أنا هتعامل مع الذهب حاليا، طب فين الدعم اللي فات؟ عشان أنا قلت لك الاتجاه اللي على الـ4 ساعات ده يحكمك، بس لو أنت هتحلل الذهب في الوقت ده هيبقى عندك سيناريوهين، فما دام عندك سيناريوهين يبقى هو للمتابعة. ليه؟ إيه السيناريوهين؟ ان هو دخل جوه مقاومه فما عندوش اي مشكله، بص هتلاقي نفسك وانت بتقول كده، هو دخل جوه مقاومه فما عندوش اي مشكله ان هو يرجع تاني للمنطقه كلها للسايد واي كله تاني، ما هو دخل جوه سايد واي تاني ما عندوش مشكله انه هنا، وهو وصل لي فين الاتجاه؟ فين الاتجاه؟ الاتجاه عشان يكمل ما نكسرش قمه فاتت، فين القمه اللي فاتت اهي بالهاي واللو بتاعها، ليه ما خدناش منطقة واحدة؟ لأن ده تصحيح عرضي مش تصحيح 38 و50 فيبوناتشي، لا تصحيح عرضي فبناخدها كلها. فهو هتلاقي نفسك بتقول إن الذهب ما عندوش أي مشكلة إن هو يكمل، وما عندوش أي مشكلة إن هو لو خد إيجابي من المنطقة دي إن هو يطلع تاني يختبر، يبقى أنت كده مش هتقدر تعمل عليه حاجة غير لما هنا يبدأ يديك سيت أب شرعي. يعني ده تحليل على الذهب دلوقتي عموما، وده اللي انا هقوله يوم الاحد، وده اللي انا هقوله يوم الاحد.
الذهب وصل لأقصى حاجة في التصحيح، أقصى حاجة في التصحيح، إنه لو كسر ده خلاص شكرا ما تحولش مع الذهب بسعر طبيعي. أي حاجة يعملها الذهب نازلين. بس أنا قلت إن الذهب معاه، إن أنتوا عارفين ده معناه إيه؟ إن الطلعة دي كانت فولس ريج ضمن موجة تصحيحية، فهو قدامه ضلع واحد ولسه هيعمل موجة أساسية تاني، يعني اللي إحنا فاكرينها موجة أساسية مش موجة أساسية، تمام؟ فالصعود القوي ده يخليني ان احنا ممكن ما نروحش هنا، ممكن نروح لنص المسافه، نص المسافه. فده اخليك، عشان انا مش عايزك بتهاركم اليوت، يعني انا على فكره كلامي حتى في الشرح دلوقتي انا مش جايب سيره اليوت خالص، انا بتكلم دلوقتي ان انت عندك، ان انت لو كسرت المنطقه دي ما عندكش مشكله انك توصل تاني ل 2310. طب لو ابتديت من المنطقه دي يبقى انت طالع تاني، يبقى انت طالع تاني، محتاج ايه؟ وقتها انت كده بين بنين، يبقى انت كده في الحاله دي بتتابع ايه؟ ال4 ساعات وبتتابع الساعه، ال4 ساعات وبتتابع الساعه، زي الباوند ران. ال4 ساعات طبعا العلاقات السلبيه تفرق معاك، والساعه هيديك السيت اب، هيديك السيت اب. يعني مثلا لو لقيت الذهب على الساعه بدا يعمل لي قاع اعلى من قاع وبدا يديني سيت اب شويه حتى لو على الفريمات صغيره، خلاص يبقى انا هعتمدها، ما ادانيش يبقى انا مش هعمل عليه اي حاجه. يعني الذهب بالنسبه لك يبقى مطابقه. طيب في وقت من الاوقات كان مثلا عندي الباوند لما كنا بنتكلم عليه قبل كده، هات السيت اب العادي. اوكي، في مثال عايزه اتكلم فيه. تمام، هشوف أسئلتكم وهقول لكم ده. الاتجاه ما اتغيرش على فكرة، اتجاه اللي انا بحسبك بتتكلم على الاتجاه ده، اتجاه الذهب عموما لحد دلوقتي ما اتغيرش. الاتجاه على ال4 ساعات على مين؟ طيب انت قصدك على الدولار الكندي والدولار الاسترالي والاسترالي دولار؟ يعني لو الذهب عدى ال 2380 ممكن يوصل لفين؟ لا 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 لا، 2380 ده اللي كنت بقوله مع اول الاسبوع، مع اول الاسبوع. بصوا يا شباب، في حاجه مهمه، 2380 دي اللي كنت بقولها مع اول الاسبوع. اوكي، امتى ارحل الاستوبات بتاعتي؟ لو الذهب عمل لك قمة تانية ستوبي بيكون تحتيها، يعني ده خلاص يبقى انا ستوبي اهي دلوقتي القمة اللي فاتت. طب ارحل امتى تاني؟ بص عشان ده مهم، ده مهم الستوبات. طيب راح جاي معدي لك مقاومة، يبقى ستوبك فين؟ تحت المقاومة. اوكي، طيب انت تبقى عارف ان انت كده كده عارف ان المفروض الذهب ما دام دخل جوه المنطقه دي يبقى راجع تاني لاقصى حاجه في الاتجاه بتاعه ان هو يصحح اللي هو وصل لها دلوقتي. يعني الذهب وانس ان هو اصلا كسر ال 2437 كنت عارفه ان هو رايح المنطقه دي خلاص، مش بنجم، هو مش تنجم، هو كسر لك، دخل لك جوه مقاومه اخترقها، يبقى رايح لاقصى حاجه في الاتجاه بتاعه، اقصى حاجه في الاتجاه الصاعد هو يروح يختبر القمه اللي فاتت. فين القمه اللي فاتت اللي كانت على الذهب؟ اهي كده راح لها، لانه يعني داخل جوه منطقه قويه. فطبيعي مش من الصح بقى ان الناس عماله تشتري تشتري تشتري، ده غلط، لان انا هلاقي ناس عماله بتشتري في الموجه دي في النزول ده كله، لانه يعني كده نزل كتير فيطلع، فده غلط. ماشي، اشوف بس الاسئله اكمل. حركتهم واحدة في التصحيح مش شرط، لو انت بتتكلم على الميجر مش شرط، مش شرط، مش كل الميجر بيتحرك مع بعض. ازاي تحدد الفرص الكويسة؟ ازاي تحدد الفرص الكويسة؟ انا اول حاجة ببص عليها هو الدولار الامريكي، حللته كسيت اب بيعي، اول حاجة بروح لها هو اليورو والباوند، ولازم ابص على كل الازواج.
ايه اللي بيخلينا فاضل ما بينهم؟ ايه اللي بيخلينا فاضل ما بينهم؟ بصوا يا جماعة، دي خليها حاجة عندكم. في الأسبوع بشكل أسبوعي هتلاقي عملة هي المكتسحة وهتلاقي عملة ضعيفة، لو قدرت تحددها تعمل شغل حلو. تاني، في الأسبوع بشكل أسبوعي، أوكي، إن بتلاقي إن هتلاقي مثلا الكندي ده أسبوع الكندي، الكندي هو المكتسح. وفي حاجة تانية بقى، يعني هتلاقي واحد قوي واحد ضعيف، يعني مش هتلاقي واحد قوي بس، هتلاقي واحد قوي، هتلاقي الكندي قوي، هتلاقي الفرنك وحش جدا ما بيتحركش. فده تقدر تستغله. انت ايه بقى، انا ايه اللي بيخليني اعرف حاجة زي كده؟ بعرفها لما السوق اوريدي بيفتح، واعرفها لما يكون الزوج ده عند مناطق ارتداد قويه. ايه ده؟ طب ما هو عند، لو هو عند يعني الكندي لو عند منطقه ارتداد، طب ما هتلاقي اليورو عند منطقه ارتداد، هتلاقي الباوند عن... لا مش شرط، مش شرط خالص. يعني ممكن تلاقي الكندي عند منطقه دعم قويه جدا، اليورو اوريدي اصلا كان عند الدعم وطلع، والكندي لسه رايح لمنطقه الدعم وطالع. مين الاقوى؟ مين الاولى انك تبص له؟ الكندي. مين الاولى انك تبص له؟ الكندي. طيب يبقى ده انت حاطه قدامك. طب بس مين بقى الفيصل؟ مين اللي زي فكره الدعم بالظبط، هل انت حددت ان الدعم ده قوي، لكن هل انت بتاخد اكشن عليه؟ انا باخد اكشن لما الاسعار نفسها تاخد اكشن. نفس الحاجه اللي انا بقولها ده، انا ببقى شايفه الكندي وشايفه اليورو، شايفه ان الكندي عند مناطق ارتداد، منطقه دعم قويه، شايفه ان اليورو، مع ان الاثنين مثلا عليهم نفس الستر، بلاش الاثنين يعني، ما هو الاثنين عكس بعض في الحركة. خلينا مثلا في حاجة زي الدولار فرنك، الاثنين نفس الحاجة، لو دولار فرنك طالع هتلاقي الدولار كان طالع، هتلاقي الدولار كندي عند منطقة ارتداد عند دعم قوي، وهتلاقي الدولار فرنك كان عند الدعم من الأسبوع اللي فات وارتد وطلع أصلا، طلع بشكل. فأنت الأحسن إنك هتركز مع مين؟ مع كندي اللي عند دعم وأولى إن هو يتحرك. لكن هل السوق هيفتح يلا هدخل الكندي؟ لا، لازم اشوف ان انا حددت ان الكندي اولى، لكن الاسعار هي اللي بتحدد لي ان هو فعلا فعلا يستحق ان انا ادخله. لان ممكن جدا جدا ان السوق يفتح وتلاقي اللي انت كنت مستنيه ايه ده، لا ده كندي عند دعم ده ما طلعش، يبقى ترجع تاني. يبقى انت بتبقى حاطط كذا حاجه، فهي اللي بتخليك تركز مع مين. يعني مثلا انت مثلا مقرر في 3 ازواج قدامك حلوين جدا، والثلاثه ميجور، عندك اليورو دولار، عندك الباوند، وعندك مثلا النيوزيلندي. فتحت، انت طبعا مش تدخل التلاته مع بعض، ما ينفعش تدخل التلاته مع بعض، امال ينفع ايه؟ ممكن تدخل اتنين مع بعض، ولو ما واحده تعمل لك بروفيت وتبقى مامن نفسك منها تقدر تدخل التالته، فعشان انت مامن واحده. لكن افرض انت دخلت الاتنين والاتنين ما بيتحركوش، والتالته اللي قدامك هي اللي بتتحرك، يبقى ليه؟ عشان انت استعجلت. ايه اللي ايه اخد بالي من ايه؟ اخد بالي من ايه؟ التلاتة انت قدامك سيت اب ليهم، ومش انا، مش انا وانا بحلل لكم يوم الحد، ببقى حاطه قدامي انا يا جماعه، انا كنرهانه ببقى مركزه على ده وعلى ده وعلى ده وعلى، هل انا بدخلهم كلهم مع بعض؟ مستحيل. طب انا بعمل ايه؟ انا محدده السيت اب بتاعهم، محدده ان الداو مثلا للشرق، الذهب للشرق، اليورو هشتريه، الباوند للشرق، هل ينفع ادخل؟ لا. طب انا بقى بدخل بناء على ايه؟ مع انهم كلهم سيت اب كويس وكلهم اقدر ادخلهم، بس مش كلهم بدخلهم مع بعض. ايه اللي يخليني افضل الباوند عن اليورو، او افضل الذهب عن اليورو، مع ان كلهم عايز ادخلهم؟ ايه الاشارات اللي باخدها على الفيرمات الصغيره دي اللي بتحكمني؟ يعني ايه؟ يعني مثلا انت قدامك شراء كويس على اليورو، بس سونيك على النص ساعة مش مديك إشارة لسه، فاستنى عليه شوية، في حين إنه على اليورو أو على الذهب مديك إشارة، مديك إشارة شراء. يبقى بصوا يا جماعة، اللي بيدي إشارة ده بيتحرك خلاص، اللي بيدي إشارة على فريمات صغيرة اللي هو مثلا لو هتتكلم على ربع ساعة ونص ساعة، ده كده هو بيقول لك أنا السيت اب اللي أنت محددهولي لي من أول أسبوع يلا أنا ماشي عليه، أنا هبدأ عليه، تمام؟ فده الأول إنك تدخله. فما دام ادى اشاره تعرف ان هو خلاص، فخلاص هو عايز يتحرك من المستويات اللي انت هتدخل عليها دي. طيب واحد انت شايفه شارع بس هو مش مديك اشاره، لا عادي ممكن يقف لك شويه،
ممكن النهارده ما يتحركش، يعمل لك شمعة مثلا سبيننج توب، يعمل هاي ولو ويقفل الفتحة ويعمل اغلق، ما عملكش حاجة، يمشي لك سايد واي شوية. طول ما هو مش مدي شهرة هتلاقيه ممكن ما يعملش اللي انت عايزه، مش عشان هو وحش، احنا اللي بيحكمنا كده كده ستوب، مش عشان هو وحش، بس عشان هو ما اتحركش. في بقى واحد انا ببقى حطاه اصلا عندي في الليسته والاقي ان هو طول الاسبوع ما بيتحركش اصلا، مش هدخله خالص. بعرف منين؟ بلاقيه على نص ساعه مش سايد واي، يعني ما بيدينيش اشاره، الاقي الموفنجات مشيت بالعرض، مع انه هو حلو، بس ده مش الاسبوع بتاعه، ده مش الاسبوع اللي بتاعه. بعرفه منين؟ من حركه الاسعار نفسها، لو ما ادانيش اشاره بعرف ان هو فيه مشكله. مش مشكله ان هو مثلا مش طالع، لا، ده اللي بيحكمني فيه مش الفيرمات الصغيره، اللي بيحكمني فيه السيتاب اللي انا عامله على الاربع ساعات اللي هو الهدف والستوب. لكن ممكن انا ابقى محدده مثلا ان الدولار فرنك كويس وقدامي فرصه كويسه، لكن ما يكونش الاسبوع بتاعه، تلاقي ان الفرنك ما اتحركش. كان مين اللي عمل كده؟ كان الداو جونز، فاكرينه؟ فاكرين الداو جونز لما كنا هنا، انا فاكره. هتلاقي استنى اشوف مس من الحاضر، هتلاقي استاذ محمد زيني، تمام، هتلاقي الموضوع ده. فاكرين لما انا كنت مركزه على الداو جونز بشكل كبير قوي قوي، وعمال اقول لكم انا ده مع الشراء، انا ده هيطلع، يا جماعه ركزوا مع الداو. ليه عملت كده؟ عشان انا اصلا من قبلها باسبوع كنت عماله اتكلم على شراء اليورو وعلى شراء الباوند وعلى شراء الداو جونز، بس لما اشوف بقى ان الحاجات اللي اتكلمت فيها اليورو طلع والباوند طلع وكلهم طلع، لكن ده ما اتحركش، مش عشان هو وحش، مش عشان هو جاب لي ستوب، هو ما جابليش ستوب اصلا، لا، وما راحش ناحيه الستوب بتاعنا، لكن ما كانش الاسبوع بتاعه، ما كانش الاسبوع بتاعه. فوقتها يبقى ده عادي جدا، مش قادر يتحرك، مش معنى كده هو وحش، بس الاسبوع ده مش بتاعه. في بيحصل كده في العملات، اه في بيحصل كده في العملات، تقدر بقى تحددها من التحركات، من التحركات. طب ده لو انت كنت دخلت عليه وما استنيتش اشارات كان هيدخلك سايد واي، لان بص الموفينج ما دام مشي بالعرض حتى لو على فريم صغير اهو، بص الموفينج ما دام مشي بالعرض تعرف ان هو سايد واي وهيقعد لك، وممكن ما يتحركش طول الاسبوع، ما يتحركش طول الاسبوع. اللي فادني بس الحاجه الوحيده اللي فادتني في الداو جونز ان الرينج بتاع السايد واي بتاعه كان كبير، فانا عرفت اتداول فيه، تداولت وان واي بس، اللي هو باخد الشراء، مش ان هو انا باخد البيع والشراء، البيع لا، لان السيت اب بتاعه هو شراء، فكنت باخد منه القاعين، وكنت على امل ان هو يطلع من اي قمه فيهم، بس لا، كنت ببدا اقفل وبعد كده ابقى ادخل تاني وهكذا. فده كان كويس، لكن الباقيين كانوا افضل. بس لما جه الوقت ده مش هيفضل طول عمره مش سايد واي، ما دام السيت اب بتاعك متغيرش يبقى ده ليه وقت وهيتحرك بقوه. فما بصوا، مش لازم الحاجة اللي انت بتبقى محددها، ما مش ان انت ما دام هي ما جابتلكش الستوب، يعني مثلا مش هبعد كتير، بصوا الباوند سترول انا اتكلمت عليه ايه؟ ان هو بايع بس لما يدي اشارة. طب افرض هو جه الاسبوع، انا قلت لك هتابعه الاسبوع الجاي، لو جه الاسبوع الجاي انا الستوب بتاعي فين؟ اهم حاجة ما يعملش ايه؟ انا ما دخلتش، بس مش بدخل، مش بقول لك ادخل اصلا، انا بقول لك طول ما هو تحت المقاومه دي ما عداش، يعني المقاومه اللي انا بتكلم فيها دي، المقاومه دي ما عدام ما عدهاش، اوكي، يبقى انت هتستنى اشاره بيع. طيب افرض هو جه طول الاسبوع الجاي، وده وارد انه يحصل، افرض ان هو انت عينك عليه بس هو طول الاسبوع اللي جاي فضل ماشي هنا، هل هو كده عمل لك حاجه؟ هو ما دخلكش، اوكي، لكن في نفس الوقت ما غيرلكش السيت اب، لسه انت معاك اقرب سيت اب بايع، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه، هو ما غيرك، يعني ما قالكش ان انا كده خلاص، لا انا اصلا طالع، ما دام ما غيرلكش وبس ما اتحركش، اولى انك تركز معاه اكتر الاسبوع اللي بعده. نفس الحاجه اللي انا عملتها في الدائره، تمام. اسئله كتير، تمام،
طب انا هرجع سريعا على اللي انا قلته عشان بس انا كده طولت عليكم قوي. على فكره السيشن دي محتاجه يبقى ليها بارت 2. السيشن دي بقى محتاج ان هي يكون ليها بارت 2 عشان مع التكرار ناخد امثله اكتر، محتاجه امثله اكتر بحاجات كل مثال اصلا هتلاقيه بيقول فيه حاجه تانية. بس عموما انا لو هتركز على الحاجه اللي انت هتشتغل عليها طول الاسبوع، اوكي، في سيت اب واحد، فانت هتجيب الشمعة الأسبوعية، شوف هي عملت ايه، قفلت ازاي. بس تعالى على الديلي شوف، لو انت قلت لنفسك ما هو ما عندوش اي مانع ان هو يطلع او وما عندوش اي مانع ان هو يكمل هبوط، ابعد عنه. ما خلاص بقى، ما تجيبش بقى التانيين. امتى تجيب التانيين؟ امتى تجيب يعني الفريم ال4 ساعات؟ لو هو ما عندوش اي مانع انه يطلع وما عندوش اي مانع انه ينزل، تمام، بس هو عنده مقاومة أو هو عنده دعم، يبقى أنت عينك على الـ4 ساعات، عينك على الـ4 ساعات، وهيبقى تنزل بقى على الساعة عشان تشوف هيفعل أنهي واحد. بس يبقى أنت عندك سيت أب مرجحه أكتر تقدر تبص عليه. اللي هو مرجحه أكتر هو إيه؟ البيع. أنا بقول لك هو هنا في المثال ده، أنا بقول لك دلوقتي إن هو الباوند ترالي ما عندوش أي مشكلة إنه يطلع، ما عندوش اي مشكله انه ينزل، لكن بنسبه 70 ل 30 ان هو اقرب انه ينزل. ليه؟ ان هو عنده مقاومه، وان هو طلع كتير على اليومي من غير تصحيحات. فخلاص ده بقى اللي خلاني هتنزل على الساعه عشان تشوف، لو عمل لك سيت اب خلاص يبقى انت هتتعامل معاه بيع. تمام. اي حاجه لو شفتها على الديلي سايد وين ما تشتغلش عليها. يعني انا بيجي لي مثلا احلل اي زوج، في ازواج بتطلب مني بحللها، وانا في ازواج طلبت مني كتير الاسبوع ده، زي كان الباوند كندي، فاكره في حاجات ما بعملش فيها حاجه. يعني زي مين؟ اشمعنى الباوند كندي؟ واحد انت جيت الاسبوع ده بتحلل، بصيت على زوج من الازواج زي الباوند كندي، عشان برضه اقول لك امتى تبعد عن الزوج ده اصلا. كده عديته. ما اهو مش انا قلت لك بتبص على الويكلي، الشمعة اللي فاتت شمعة ايجابية جدا، عديلي لما بشوف حاجه كده خلاص انا بره. يعني ايه؟ واحد تلعب بقوه، اول حاجه بتحط عينك عليها هي القمه اللي فاتت فين. طيب ده واحد اصلا قافل بشكل قوي جدا على الويكلي، يبقى انت السيت اب بتاعك ايه؟ شرف. لكن نزلت على الديلي طالع كتير، طلع بقوه، هعمل ايه؟ طب بس هو السيت اب شرف، هو طلع بقوه، طب انا هعمل ايه؟ تقدر تعمل فيه حاجه؟ يعني سالت عليك كتير قوي معرفش ليه في حاجه زي كده. اوعى تيجي جنبها اصلا، ليه ما تجيش جنبها؟ لانه طلع بشكل قوي جدا. ايه المطلوب منك في المرحله دي؟ يعني هو المطلوب منك ان هو هطلع بشكل قوي على الويكلي، طب فانا اروح اشتري؟ طب ونزلت على الديلي عدى مقاومه، فانا اروح اشتري؟ لا، هو طالع بقاله كتير، هو معدي، انت مش لسه واخده هنا مثلا، كنت هقول لك ماشي، لكن انت هتشوفه هنا بعد ما طلع. بص بقى على الموف كلها اللي من غير تصحيح، واحد طلع 450 نقطه مره واحده، يبقى انت مستني منه ايه؟ انت شايفه شرع، وهو في المرحله دي واحد بيصحح لك تنكن سن وتوجن سن، فهو لا الشرع. لكن هل انت مستني انك هتشتري المستويات دي؟ مستحيل. يبقى انت مستني ايه؟ انه يصح، يبقى هو خلاص بره الليله، خلاص هو براك. هتبص عليه، ده نوع من انواع الفلتره، مش هتبص عليه، لانك لو هتبص عليه هتبص عليه بعد ما يصح. طب فين فين الاساس الاتجاه بتاعه؟ القمه اللي فاتت، القمه اللي فاتت. طب عنده اوبشن ان هو ممكن ينزل يكسر القمه اللي فاتت؟ استثنائي، لانه طالع بشكل قوي، فممكن كمان يروح لل 61 فيبوناتشي. فانت خلاص انت مستنيه هنا،
طب هل من المنطقي انك تبيعه؟ باللي انا بقوله مستحيل اطلع يوم حد يقول لك يلا نبيع الباوند كندي، مستحيل اطلع اقول لك كده. انا عمري ما بغير السيت اب بتاع الزوج، بس ممكن اقول لك ايه، ممكن اقول لك اشتغل عليه سكالبنج، يبقى انا بغير النمط خالص. بص انا دخلتكم في 3 انماط النهارده، دخلتكم في نمط سكالبنج فريمات صغيره في الحالات اللي زي دي، في الحالات اللي زي دي ان واحد طلع بقوه جدا زي الاسبوع ده بالنسبه لليورو والباوند. انا ما اتكلمتش عليه في حاجه، انا ما قلتش ان انا هدخل عليه في حاجه، بس انت كان ممكن تدخل عليه سيت اب شراء او بيع سكالبنج عادي جدا على حسب الاشارات بتاعته. ده في الحالات اللي زي دي لازم تغير النمط بتاعك، لازم تكون سكالبنج لازم، لان لو انت هتعمل سوينج مستحيل هقول لك بيع، لان سوينج ده واحد مديني سيت اب شرائي، واحد معدي مقاومه، واحد قافل علاقة اسبوعي ايجابي. انا هقول لك سوينج ازاي بيع، يعني مش فاهم من اي منطق. طيب الديلي تريدنج او النمط اللي هو بتاع الساعه اللي هو فرص اليوم، مش هتلاقيه عامل حاجه، ده فرص اليوم اهو، ماشي الساعه، الساعه مش هتلاقيه عامل حاجه. فاللي هيفيد ليه مش عامل حاجه؟ لان الاسعار كانت طالعه بقوه قوي قوي قوي، فعشان تنزل لك تكسر لك الموفينج والحاجات دي كلها هتاخد وقت، تاخد وقت. فده اللي هيفيدك فيه سكالبنج بس، فولا هيفيدك سوينج ولا هيفيدك دخل، مش هيفيدك حاجه زي كده. يعني ليه؟ لانه انتوا عارفين اصلا النازله دي ما تستهونش بيها، من القمه للقاع 110 نقطه، فعشان لسه هتبدا تاخد القهوه مديك سيجنال امتى من المنطقه دي. فبالنسبه لك صعب، فبالنسبه لك هيكون صعب تمام. في حاجه زي كده انا بالنسبه لي ببعد عنها، بالنسبه لي ببعد عنها خالص. بس دي الحاجات اللي يعني ملفته واتكلمت فيها. ده كان بدي سيت اب شراء امبارح وانا اتكلمت فيه وقلت عليه، فاكرينه؟ قلت لكم هو اصلا مدي سيت اب شرع والاسعار وقتها كانت هنا، وقلت لك اتحرك حوالي 13 نقطة وكمل. كان بس اقول لك اهميه السيت اب اللي بتكلم فيه بتاع الساعه اللي هو صفقه اليوم، صفقه النهارده. بس اهم حاجه لو انت ما كنتش داخلها من امبارح كنتش هتعرف تدخلها النهارده. ليه؟ لان انا محتاجه ان هو يكون بيرتد من هنا او نص ساعه. يعني دوب هنا لمس أول نقطة، يعني أول حاجة محتاجة إن هو يكون لامسهم الثلاثة. بس ستيل برضو لو أنت هتبص على الكندي حتى لو كان وصل لمقاومة مش هتبيعه برضه، كنتش هتبيعه. قولوا لي كده أنا طولت عليكم أوي، معلش أنا أصلا أنا محتاجة فعلا بارتو، هعمله بارتو إن شاء الله. تمام يا شباب، اشوفكم على خير السيشن اللي جاي ان شاء الله، اتمنى تكون دي مفيدة. هتنزل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، ركز فيها تاني من الاول واعرف الخطوات وابدأ اشوف احنا بنركز على ايه ومش بنركز على ايه. تمام، اشوفكم على خير وشكرا لكم.